السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن حمله ايجيبشن يوتيوبرز دي. توضيح صغير للحمله، الحمله دي اتعملت عشان تبقى دفعه او بوست لليوتيوبرز الجداد اللي بيقدموا محتوى جديد ومختلف وكويس وما جاتلهمش الفرصه الصح او الدعم المطلوب. وهنتكلم النهارده عن الثمان قنوات المشتركين في الحمله. نبدا بالقناه الاولى وهي قناه ميدو 12، وهو صاحب فكره الحمله. صاحب القناه هو احمد ميدو او احمد محمود. محتواه الاساسي هو الجيمنج والفاني جيم بلايز. احمد لما بدا قناته ما كانش كويس قوي، وقعد فتره عقبال ما جاب مشتركين، وبعدها ساب اليوتيوب عشان يطور من نفسه. ولما رجع بدات مشاهداته تزيد وعدد المشتركين بدا يزيد بسرعه. اللي بيميز قناه احمد انه قبل كل فيديو لازم يحط حاجه تخليك تعمل لايك من قبل ما تشوف الفيديو. بنخش بعد كده على القناة التانية وهي قناة عموري جيمز. صاحب القناة هو عمرو عماني. محتوى قناته الأساسي هي لعبة بيس، وبينزل عليها أحداث زي ماستر ليج وبي الليجند وأحيانا ألعاب تانية. عمرو يعتبر من أصغر الناس اللي معانا في الحملة في السن. اللي بيميز عمرو إن هو بيحاول على قد ما يقدر إنه يدعم اليوتيوبرز اللي لسه بادئين زي ما الناس دعمته في الأول. يا سلام ارفع، أوه يلا تيجي روسيا ارفع الكاس. يا سلام عليكم وحوش، ايه ده فرقه يعني من افضل الفرق اللي لعبتها في اللعبه اقسم بالله. ونخش بعد كده على القناه الثالثه وهي قناه بيش تي في. صاحب القناه هو ياسين. ياسين لما بدا قناته كان محتواه وحش وكان بيركز على حاجه واحده، وبعد كده ساب اليوتيوب فتره عشان يطور من نفسه. ولما رجع بدا ينوع في قناته وفيديوهاته اتطورت بشكل كبير، وبيتكلم عن المشاكل اللي بتقابل الجيمرز بشكل عام. اللي بيميز ياسين ان هو بيعمل تحديات مختلفه او غريبه او بمصطلحات الناس الايام دي غبيه شويه، بيخليك وانت بتتفرج على الفيديو تضحك من غير حتى ما تقصد. معلش لا 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 تاخد تاني. فكر يلا جامد. نخش على القناه الرابعه وهي قناه عمرو اي اكس. صاحب القناة هو عمرو عصام. قناة عمرو هي القناة الوحيدة في الحملة اللي بتتكلم عن المشاكل اللي بتقابل اليوتيوبرز المبتدئين بشكل يومي، وكمان بينصح المبتدئين في فيديوهاته عشان ما يقعوش في نفس الغلطات اللي هو وقع فيها وهو لسه مبتدئ. اللي بيميز قناة عمرو ان هو بيعمل مراجعات يوتيوبرز عشان يساعد اليوتيوبرز المبتدئين ان هم يطوروا ويحسنوا من محتواهم، وانصح اي حد ان هو يشترك في قناته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عمرو اكس. اهلا بيكم من جديد في القناة. فانا النهارده هتكلم عن رد على التعليقات او الكومنتات زي ما تحب تقولها في اليوتيوب. فبص، هو رد على الكومنتات حاجه صغيره جدا انت ممكن تعملها لكن بتاثر بشكل كبير. فانا مثلا لما يوتيوبر كبير يرد عليا ده بيفرحني، انا مش هكدب، الرد ده بيحسسني ان الكومنت بتاعي يستحق اني اكتبه. وبعد كده نخش على القناه الخامسه وهي قناه جي ام جيمز. اصحاب القناه هم يوسف محمد وعمر مشالي. اول لما بداوا في اليوتيوب كان اساس قناتهم الريفيوز، وبعد كده بدأوا في مجال الجيمنج بطريقه كوميديه. اللي بيميزهم ان هم لما بيتجمعوا مع بعض ويصوروا فيديو بيخليك تبقى عايز تتفرج على نفس الفيديو مره تانية. نروح فين؟ نروح على كومك بيض ولا نروح بيتك؟ مش عارف، براحتك. شايف ايه؟ شايف القنبله دي؟ خلاص خلاص، هنطلع ازاي؟ شايف اللي ورانا ده؟ جاي تطلع دلوقتي. دي خريب بتترك على فوق. ادخل على القناة الثالثة وهي قناة بدر. صاحب القناة هو بدر حمدي. المحتوى الأساسي للقناة هو بلوجات وأحيانا جيمنج. اللي بيميز بدر إن هو بيغير في محتوى قناته كتير، وكمان طريقة كلامه بتخليك عايز تكمل الفيديو لأخره وتشوف إيه اللي هيحصل. الموضوع بما هو كالتالي، الدراسة مكونة من حاجتين هنا في مصر بالذات، هما حاجتين: طالب العلم ومنهج يطفش الطالب من العلم. ندخل على القناة السابعة وهي قناة خالد بيبو. صاحب القناة هو خالد. خالد محتواه الأساسي هو الشروحات وأحيانا جيمنج. الشروحات اللي خالد بينزلها بتبقى مفيدة جدا، وأنا شخصيا بستفاد منها. اللي بيميز قناة خالد إن هو بيعمل الشروحات على أساس اللي الناس بتطلبه منه في الكومنتات. السر اللي جوايا إن أنا مش شخص، أنا شخصين في شخص واحد. المهم
انا هوريهم لكم بما انكم دخلتوا. ده السر الكبير. استنى حضروا. اقعد في الكار ده هزار على فكره. هلا انا خالد بتاع الشرح وانا بيو بتاع اللعب. وندخل دلوقتي على القناه التامنه وهي قناه جي تي ام تشالنجز. اصحاب القناه هم احمد تايجر واحمد مجدي. المحتوى الرئيسي لقناتهم هو التشالنجز واحيانا بينزلوا ريفيوز. والمميز في قناتهم ان الاحكام اللي بيعملوها بعد التحديات بتبقى غريبه شويه وبتضحكني شخصيا لما بتفرج عليها. لا على ظهرك الاصلي. لا انا ظهر حساس. يا ظهرك يا قلم من بتوعك. لا بضرب بالحزام. ماشي يلا قلعت الحزام وهندي له ضربه صغنونه كده بالراحه برضه عشان هو صاحبي يعني يا اخويا. يلا بالراحه. ومن رأيي لو انت بتحاول تدعم الكوميونيتي المصري تشترك في الثمان قنوات دول لان دول في صالحهم ان هم يتطوروا اكتر واكتر مع التشجيع طبعا والدعم الكتير. وكده يكون الفيديو شرحنا لكم الحملة هدفها ايه واتعملت ليه وان شاء الله هتشوفونا في فيديوهات كتير مع بعض. سلام.